ولمزيد حول تخدم الميليشيات في العراق مع الاحتلال الأمريكي وكذب ادعاءات المقاومة والممانعة، ينضم إلينا عبر سكايب من هلسنبورغ بالسويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد. أهلا بك أستاذ فرات. يعني بداية، صحيفة واشنطن بوست أكدت أن السوداني عقد صفقة مع زعماء الميليشيات لوقف هجماتها على القواعد الأمريكية في العراق مقابل الحصول على ضمانات من واشنطن بعدم قصف معسكرات ومقار الميليشيات الولائية. السؤال هنا، كيف يمكن للميليشيات أن تسوق نفسها بأنها جزء من محور المقاومة داعم للقضية الفلسطينية؟ بداية تحية طيبة لك ولكل المشاهدين الكرام. أهلا بك. طبعا كلنا نعرف بأن لا السوداني ولا أي رئيس وزراء عراقي منذ عام 2003 ولحد الآن كانت له كلمة على هذه الميليشيات. وأن ما حصل بعد لقاء محمد شياع السوداني للسفيرة الأمريكية، هرع مباشرة إلى طهران للقاء المرشد الأعلى في طهران. وأن التوجيهات التي تأتي إلى الفصائل تأتي من المرشد الأعلى وباعتراف الفصائل نفسها التي تكرر دائما بأنها طوع أمر المرشد الأعلى وليس طوع أمر رئيس الوزراء العراقي أو أي سلطة عراقية. لذلك إذا أردنا أن نعرف حقيقة الصراع الأمريكي الإيراني، فبعودة بسيطة إلى بداية نشوء هذا النظام عام 1979، حيث كانت هناك مراسلات بين الخميني حينما كان في منفاه في فرنسا قبل أن يأتي إلى استلام الحكم في إيران، وكانت هناك تطمينات من هذا النظام قبل بداياته إلى جيمي كارتر الرئيس الأمريكي في حينها بأن هذا النظام لن يعمل على زعزعة الوجود الأمريكي أو ضرب أي نوع من المصالح الأمريكية في المنطقة، وسيضمن للولايات المتحدة الأمريكية استمرار تدفق الطاقة من منطقة الخليج. بحسب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أستاذ فرات، فإن الأوضاع الحالية في المنطقة تحتاج إلى الحكمة وتغليب لغة العقل. ألا ترى أن هذا التصريح يخرج من مشكات واحدة مع ما صرح به زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله في أكثر من خطاب؟ كيف يمكن قراءة هذه المقاربات بين هذه التصريحات المتشابهة؟ التصريحان، وأضف لهما تصريح محمد شياع السوداني أيضا، كلها تتطابق مع تصريح طهران التي قالت بأننا لن ندخل في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني في الفترة الحالية ونعمل على تهدئة الأمور. لذلك العمليات التي تقوم بها أحيانا هذه الفصائل من تهديدات وتواجد على الحدود العراقية الأردنية بدلا من سلك الطريق المفتوح والمتاح لهم من داخل سوريا إلى لبنان التي يسيطر عليها حسن نصر الله نفسه، وبإمكانه الوصول إلى الحدود أو الدخول حتى داخل مناطق الكيان الصهيوني لو كان فعلا صادق في ادعاءاته، يؤكد بأن ليست هناك أفعال حقيقية، بينما كل الأفعال التي كانت داخل العراق هي شعارات. وحتى وزير الخارجية الإيراني حينما صرح قال وتكلم باسم المقاومة الإسلامية في العراق، ولم يتكلم عن أي طرف لا من مسميات المقاومة أو من مسميات القوات المسلحة الإيرانية كالحرس الثوري أو فيلق القدس أو غيره بأنهم لديهم النية للتحرك أو للقيام بأي عمل من أجل القضية الفلسطينية في غزة. لذلك لم نشهد أي تصريح لا لقادة الحرس الثوري الإيراني أو لقادة الجيش الإيراني الذين كانوا يتواجدون في كل صغيرة وكبيرة سواء في إيران في العراق أو سوريا أو اليمن، لم يكن لهم أي وجود أو أي تصريح أو أي نشاط في خصوص هذا الموضوع. أيضا بالتوازي مع ذلك أستاذ فرات، يعني صرح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني واسمه غلام علي حداد، قال بأن دخول طهران إلى غزة يمكن أن يثير حربا مع أمريكا، واصفا عدم مشاركة بلاده بالحرب بالقرار الحكيم. هل هي صفقة برأيك بعد المليارات التي قبضتها طهران على إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين الذين كانوا لديها؟ طبعا بالبداية لا يمكن تفسير كيف يتطابق شعار من
يظهر أمام الإعلام ويتكلم ويقول كلا كلا أمريكا ويعنعتها نعم بالشيطان الأكبر وما إلى ذلك، ثم يتراجع للقول بأننا لا نريد أن ندخل في حرب ولا نسعى لتأجيج الصراع. يعني العمليات التي تقوم بها تلك الفصائل أحيانا بقصف محيط السفارة الأمريكية أو بعض القواعد الأمريكية الموجودة في العراق وتتنصل إيران أيضا عن مسؤوليتها، هذا يؤكد بأن هناك صراع لكنه يتغير حسب الظروف، يعني ليست هناك معركة مستمرة أو معركة بسياق ثابت أو نمط ثابت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإنما هو صراع يتغير بحسب متغيرات الظروف، والتصريحات أيضا تتغير، نعم تارة نرى تصعيد من الجانب الأمريكي وتهدئة من الجانب الإيراني، وتارة أخرى بالعكس، ثم يعود الطرفان نعم للحديث عن مفاوضات وما شابه. أستاذ فرات، هناك من يرى أن حزب الله اللبناني والميليشيات في العراق لا تزال تحتفظ بحق الرد، هذا الحق الذي احتفظ به بشار الأسد قرابة 20 عاما. السؤال هنا، هل تعتقد أن الميليشيات لديها ما تقوم به لمقاومة الاحتلال الأمريكي والصهيوني؟ بالتأكيد لا يمكن أن يلحق الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية أي ضرر حقيقي من هذه الفصائل التي نشأت على أيديها. يعني سبق أن تكلمت أنا بهذا الموضوع، لو عدنا وعرفنا كيف نشأت هذه الفصائل لوجدنا بأنها أساس نشأتها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، أي أنها نشأت على يد القوات الأمريكية وتسلحت وتدربت على يد القوات الأمريكية، لذلك لا يمكن أن يكون هناك أي خطر ضد المصالح الأمريكية في العراق أو في المنطقة من هذه الميليشيات. وكل هذه التصريحات فقط لتطويع أو لتطبيع ما يدور في أذهان من ينتمون لهذه الفصائل أو من يحاولون أن يكونوا في صورة المقاوم أو المجاهد لتبرير أفعالهم، ولكن نرى بأن كل ما تقوم به تلك الفصائل هو إرهاب وتخريب للدول في المنطقة وليس ضد الأعداء الذين يعلنون عنهم، وواجباتهم ومهامهم كلها تتمحور في تهريب المخدرات أو الاستيلاء على أموال الناس ومقدراتهم ونشر الفوضى في البلدان. إذن هل تجاوز دعم الإطار التنسيقي وميليشياته لفلسطين بالهتافات التي يطلقونها والخطابات التي يخطبونها لأجل التسويق الإعلامي فحسب؟ لن يتجاوز غير التسويق الإعلامي، حتى ما كانوا يقومون به سابقا خلال فترة تشكيل الحكومة قبل أن يستلم الإطار التنسيقي رئاسة الوزراء كان سعيا إلى السلطة وليس غير ذلك، ولاحظنا كيف أن كل تلك العمليات والتصعيد الذي كان يلوح به الإطار التنسيقي بمجمل أعضائه وقادته اختفى بعد أن وصلوا إلى مرامهم وهو وجودهم على رأس السلطة في العراق، فشعاراتهم هي لمصالح شخصية ولمصالح داخلية. نعم. هذه الفصائل ليس لها استراتيجية لا عسكرية ولا سياسية، وإنما تعمل وفق الظروف وتحاول أن تركب كل موجة تصادفها. نعم. إلى السؤال الأخير أستاذ فرات، يعني إلى أي مدى ترى أن موقف إيران والميليشيات الموالية لها في العراق ولبنان يعيد التاريخ أيام الغزو الأمريكي للعراق بصفقة عدم مقاومة الاحتلال، هذه الصفقة مقابل تسليم البلاد لطهران وميليشياتها؟ هي صفقة مستمرة أصلا، يعني بداية 1980 الحرب كان شعار الخميني بأننا يجب أن نحرر كربلاء المقدسة ويجب أن نصل إليها، وبعد أن جاء الغزو الأمريكي عام 2003 ووصل أتباع الولي السفيه إلى العراق وسيطروا على الحكم وأصبح بإمكان قاسم سليماني في حينها التواجد في كربلاء وقت ما يشاء، تغير الشعار لحماية النظام القائم في دمشق ثم لتدمير الحكومة القائمة في اليمن ثم التمدد لأماكن أخرى، ولا زالت شعاراتهم تدور حول كل المناطق حتى وصلت إلى أن تكون تهديدات ضد المملكة العربية السعودية مثلا ومكة التي هي قبلة المسلمين، شعارات هذه الفصائل تنتشر في كل مكان بمسمى القدس ولكنها لا تمر خطوة واحدة باتجاه الطريق الصحيح والمباشر إلى القدس.
شكرا جزيلا لك الأستاذ فرات خورشيد، ضيفي عبر سكايب من هلسنبورغ، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية.